الله تعالى وبركاته. معكم العالمي الزراد اللي كان سبق لي وجهت واحد النداء من المغرب من مدينة الحجم اللي كنت طلبت فيه واحد المساعدة باش ندير لولدي عملية جراحية مستعصية اللي كان عنده واحد الورم سرطاني خبيث في قاع الدماغ. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تمت العملية بنجاح بتركيا وبفضل المحسنين والمحسنات المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. اللي بغيت نوجه لهم واحد رسالة شكر من هذا المنبر، لأن ما لم يشكر الناس لم يشكر الله. تنشكر الساكنة ديال الحجم اللي تضامنوا معنا وما تخلوش علينا، جزاهم الله خيرا، واللي ما خلوناش نحسوا بأن هذه المشاكل ابن ديالنا حتى هما راه الابن ديالهم وابن المدينة ديالهم. وكذلك الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة الناس ديال فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وبعض الإخوان المحسنين المغاربة بعض الدول. وتنشكر السيد اللي لقاني مع السيد اللي كان تكلف مع الناس اللي كانوا مسؤولين عليا هنايا في تركيا من العملية حتى الأشعة اللي أدوا عليا تقريبا مبلغ ديال 30 مليون مع المساعدة ديال المحسنين، جزاهم الله خيرا وإنهم لمشكورين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتنشكر الصديق والأخ اللي وقف معايا هنايا في تركيا واللي عاوني وأدى واحد المجهود كبير، كذلك جزاه الله خيرا. واللي كنت غادي نجي أخوتي في شهر جوج قالنا الطبيب ضروري يدير واحد المعاينات، درنا دوك المعاينات تبينوا بنا النتائج ديالهم الحمد لله عادل. الجوج 60% ديال التحسن الحمد لله، كما تشوفوا الحمد لله هو عادل الحمد لله، غادي في الطريق ديال الشفاء بفضل الدعوات ديال المحسنين والمحسنات. الا واحد القشره ديال المخ اللي محيده من الراس اللي النمو ديالها بطيء ان شاء الله، اللي غادي يشرب واحد الدواء ان شاء الله وغادي يرجع له الشوف وغادي يرجع له ان شاء الله يمشي والحركات ديالو، لان الشوف تقريبا 90% ما تيشوفش. وان شاء الله تنتمنى من الله الخير سبحانه وتعالى. وعادل راه مازال محتاج الدعوات ديالكم، لانه راه تيواجه واحد المرض صعيب بزاف، اللي نطلب من الله سبحانه وتعالى من هذا المنبر يشافي الله كل مريض منه ولا يسلطوا على شي مسلم. دابا كل ما تنبغي نجي باش نشري داك الدواء ونتسلف من سيبي تنتفاجأ بان المطار ما بين تركيا والمغرب مسدود. يعني داك الشيء باش كنت غادي نجي نشري به الدواء، اللي داك الدواء غالي في المغرب سميتو التيمودال، اللي خرجنا الطبيب تقريبا 12 باكيه اللي شرينا دابا جوج قولنا 10، ما نقدرش نشريه في المغرب، اضطريت باش نشري من هنا. يعني صعبت عليا الامور، داك الشيء باش كنت غادي نجي وباش غنركب وباش غادي نخلص التكاليف ديال المخالفه والمصاريف ديال المطار. انا دابا تنادي غير هنايا، راكم عارفين الغربه وعارفين هذا المرض ديال السرطان، راه ما غيحس بكلامي غير اللي مجربهم. دابا اخوتي نتوما عاونتوني 60% ما به الكفايه، وما نساش خيركم ودرتوا مجهودكم، نقدتوا لي ولدي، الله يكثر خيركم الله يكثر خيركم في هذا الشهر هذا الكريم. ولكن انا مازال مستعد نضحي مع ولدي ومستعد نتخلى على اي حاجه تملكها ونضحي معاه الى اخر يوم في الحياه ديالي، لانكم انتما راكم مجربين الكبده وراكم عندكم وليدات. اي واحد كان بلاصتي راه مستعد يدير اي حاجه. دابا انا اخوتي تنعرض عليكم من هذا المنبر المنزل ديالي للبيع، اللي بغى يشريه مني صيفط ليا حتى نجي نتفاهم انا وياه ونتم انا وياه البيع، ولا اللي بغى يسلفني راني معروف، ولا اللي بغى يعاونني جزاكم الله خيرا. انتم لكم واسع النظر وان الله لا يضيع اجر المحسنين، وانا ما بغيتش نكلف عليكم لانكم عاونتوني ما به الكفايه، لان اليد اللي تعطي تتعيا واليد اللي تشد ما تتعياش. دابا الله يجازيكم بخير، ما غنساش خيركم لا اليوم لا غدا. واللي نسيبي كذلك تنشكروا من هذا المنبر، ما فاتنيش وما دازنيش وما بغيتش نتقل عليه،